لانه بعض الناس هدانا الله اياه يدخل على المبتلى على المريض مستشفى ويدخل عليه ايش يقول؟ يقول مسكين والله ما تستاهل والله ما بلد حيله وانت عارف الحكومه والدوله ومستشفياتنا هذه الله المستعان بس وانا والله ايش اصنع لك؟ انت عارف اني ما عندي وفلان بخيل وذا كذا وهذا الطبيب اسوا طبيب في العالم والله اعلم كتبت وصيه قال لا قال لعلك تموت قبل ان تكتب وصيه صحيح والله كانه يقول له تسخط اعترف يقول مسكين ما تستاهل كانه هذا ارحم به من الله اعوذ بالله اما يدخل الشيخ على هذا المريض يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا باس طهور ان شاء الله قال المؤلف بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقم رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم يقول لا تخرج من عندي صحيح يحتسب الاجر عند الله اخواننا عندنا الفاظ شركيه اعتراض على قضاء القدر لا بد نتنبه لهذه الامور نعم